ميدان واحد امين. في هذا الحد يا اخواتي، الحد الثاني من شهر الاونة، الروح القدس يرسل الينا جزء من بشارة الانجيل معلمنا مالي لوكا البشير الاصحاح الخامس، وحكاية كلنا عارفينها عن ظهر قلب. في احد الايام كان المسيح بيعلم، وكان الفريسيين ومعلمو الناموس ويسمعوا، اتوا من كل مكان عشان يسمعوا سيد المسيح ده. كل ما ربنا يسوع المسيح بدا يشفي الامراض، وبعدين اس فجاه لقى في كده واحد كده مدلاه كده من السقف، كده نازل كده من السقف، واداه باربع احبال، اربع اصدقاء له. هو في انجيل لوقا ما ذكرش ان هم اربعه، لكن في الانجيل الاخرى ذكر ان هم اربع اصدقاء، لان المعجزه دي كانت في متى 9 ومرقس 2 ولوقا 5 اللي احنا بنصليها الان. نزل قدامهم كده، فالمسيح طبعا كالإله الظاهر في صورة الجسد، لأن هو مشلول، فقال له مغفورة لك خطاياك. ده أول جزء. لما قال مغفورة لك خطاياك، الناس بدأت تتكلم في نفسها، ما هذه التجاديف؟ طبعا لهم حق، مين يقول؟ تخيلوا انت لو واحد كده سام عادي، سام طبيعي، وقال لواحد يلا انت مغفور لي خطاياك، انا هغفر لك خطاياك. الراجل ده ايه ده؟ الراجل ده مساوي نفسه بربنا ازاي؟ ربنا بيغفر بس الخطايا، هم حقانين في ذاتي، لكن هم لا يعلمون انه المسيح الظاهر في جسد هو الله الحقيقي. فلهم طيب اوكي، انتوا بتقولوا ان انا بتكلم بتجاديف وما عنديش القوه ان انا اغفر خطايا، تصدقوا ايه؟ ايه الاسهل؟ مغفوره لك خطاياك ام قم واعمل سريرك وامشي؟ مغفوره لك خطاياك هو شفاء روحي، قم واعمل سريرك وامشي هو شفاء جسدي واضح. طبعا كون يقول مغفوره لك خطاياك ويبقى انسان طبيعي، يبقى هو فعلا انسان، اسف في اللفظ، انسان كافر يكفر بالله، لانه هو يساوي نفسه بالله، يعادل نفسه بالله. اذا لو كانت المعجزه خلصت على كده، يبقى كنا ممكن نشك في المسيح. هم يشكوا، احنا طبعا عارفين المسيح قال، فهم يشكوا. لكن اللي يخلينا نثبت النهارده ان هو مش انسان طبيعي ولا انسان اسف كافر ولا معلم ولا نبي، انه كمل الباقيه، وقال قم واحمل سريرك وامشي، فقام المخلوق. طب لو هو انسان يتكلم بتجاديف، يبقى ربنا مش هيسمع له. ربنا لا يسمع لخطاه زي ما قال مين؟ المولود اعمى. يبقى احنا قدامنا حاجه من الاثنين، ما لهمش تالت. اما هو الله الظاهر في الجسد، هو مساوي لله، ام هو انسان يتكلم بتجاديف. ما عندناش حل تاني، ما نقدرش نقول نبي، ما نقدرش نقول معلم كويس حلو. لو هو كويس ما يساويش نفسه بالله، او هو الله، لان هو قال مغفوره لك خطاياك قم واعمل سيرك وامشي، والله سمع له في الثانيه، يبقى اكيد سمع له في الاولى مغفوره لك خطاياك. واللي خلى الانسان يقوم غير ان ربنا قال له كلمه قم واعمل سيرك وامشي، لكن ايضا من اجل ان هو قال له ايه؟ مغفوره لك خطاياك. النهارده في بعض الامراض برضه بسبب الاجسد، بسبب الروح، في بعض الامراض الجسديه بسبب الروح، لما الانسان يروح يعترف ربنا يغفر له الخطايا، لكن مش لازم يقوم بالشكل بالنظر، لان خلاص بقى عندنا ايمان، الايمان واضح، الايمان واضح. لو احنا عايزين النهارده نقول المعجزه دي، نتكلم عليها والحد الثاني من شهر بقونا، لان المعجزه دي بتيجي في الحد الاول من شهر بقى، نفس المعجزه بس من انجيل مرقس. طب ايه الفرق؟ لا في فرق، اقول لكم ايه الفرق. هي نفس المعجزه، بس الفرق ان احنا لو احنا حبينا ندي كده عناوين للشهور بتاعه السنه القبطيه، لان انتوا عارفين الاحاد ماشيه كلها كده ايه؟ احاد بكتمرس معين بدرجات معينه. شهر توت بيتكلم عن الاب، عمل الاب المخلص. من تاني شهر بابا
لحد بشنس اللي هو الشهر اللي فات او لحد اخر الخمسين بيتكلم على عمل الابن المخلص. من شهر بابونا لحد اخر السنه بيتكلم عن روح القدس، عمل الروح القدس المخلص. يبقى لما نيجي نتكلم في الحدوته دي او الحكايه دي او المعجزه دي نتكلم فيها من خلال ايه؟ هبه الروح القدس الذي اعطانا الابن لكي يعزينا ويقوينا ويثبتنا ويغفر لنا الخطيه. وزي ما قلنا في الحد السابق في الخمسين يبكتنا على كل خطيه. يبقى النهارده عايزين نتكلم على ايه؟ عايزين نتكلم على الروح القدس في الكنيسه وعمل الروح القدس من خلال هذه المعجزه. طب ايه عمل الروح القدس فينا؟ في صيام الرسل، مش هقول ايه في صيام الرسل؟ واحنا لسه حالا الروح القدس في الكنيسه. الكنيسه تدينا نهر مهم جدا للروح القدس. وعمل الروح القدس فيك بناحيه مهمه جدا. ولازم النهارده نطلع واحنا متاكدين وثابتين في عمل الروح القدس اللي هنتكلم فيه النهارده. أول حاجة النهاردة عايزين نوضحها، أنت أكبر من أي معوقات. أنت أكبر من أي معوقات مهما كانت هذه المعوقات. معوقاتك إيه؟ خطايا أنت أكبر منها، مرض جسدي أنت أكبر منها، عدم إرادة أنت أكبر منها، مفيش يا منى اللي يساعدني أنت أكبر منها. ليه؟ بسبب واحد بسيط. اللي يفرقنا عن ولاد العالم هو الروح القدس الساكن فيك. يعني ممكن ولاد العالم يبقوا عندهم اراده، عندهم قوه على المرض، لكن من خلال ايه؟ ارادتهم هم القويه. لكن انت فيك حاجه انت تملي بتنساها. ايه هي؟ الروح القدس. ليه تملي بتنسى عمل ربنا فيك؟ عارفين لما يقولوا لحاجه ام الاختراع؟ لما تبقى انت محتاج لحاجه فبتدي تفكر. طب انت وما وصلتش لحاجه مش عارف، افتكر ان فيك روح ربنا، روح ربنا الساكن فيك اللي بيديك قوه. تبص تلاقي النهارده في حاجه مهمه جدا، هذا الانسان مفلوق ما بيتحركش، نايم على سرير، ما اعرفش ما قالهوش كام سنه، لكن من خلال الاربع اصدقاء الحلوين والاربع اصدقاء دول زي ما قلنا في العزه الانجليزي هم ايه؟ يمثلوا ايه؟ الاربع اناجيل. والاربع اناجيل دول جم منين؟ من خلال الروح القدس. هم اللي شالوه وودوه قدام المسيح. يبقى انت فيك قوه كامنه. هذه القوه الكامنه لما تيجي تضعف، لما تيجي تلاقي المعوقات اكبر منك، ما تحزنش. ما تعتمدش على ذاتك، لكن اعتمد على ايه؟ على اللي سيقول لك المسيح يسوع له كل مجد. المسيح يسوع له كمان لما صعد الى السماوات الزميز قال له يا رب انت هتسيبنا، احنا عايزينك، عايزينك تشوفك العاطفه. قال لهم لا، انا هبعت لكم معزي اخر يعزيكم، هو الروح القدس يثبتكم ويذكركم بكل ما قلت ويعزيكم ويرشدكم قوه. النهارده قبل حلول الروح القدس الاربعه دول بيمثلوا لنا الروح القدس الحقيقي. من خلال ايه؟ من خلال مثل. علشان كده لما بتستعجبش من المعجزه دي اللي بيقابلها معجزه ايه؟ المخلع. بس الفرق ما بين الاثنين حاجه كذا حاجه، لكن من ضمن الاسباب المهمه قوي ان المخلع مين اللي راح له؟ المسيح. لكن المفلوج مين اللي ودى المفلوج؟ اصحابه اللي هم الاناجيل اللي هم الروح القدس. يعني حتى لو انت ناسي ان في قوه كامنه وقاعد في البيت ونايم بس جواك تقول له يا رب انا عايز بس مش عارف، يقول لك طب افتح كده الباب هتلاقيني واقف قدامك وهاخدك واقول لك قم. اتريد ان تبرأ؟ بس هنا المخلع له اتريد ان تبرأ ليه؟ لان هو قاعد مكانه ما اتحركش. كل اللي كان فيه بس ان هو كان عنده صبر، كان عنده ايمان ان في حاجه هتحصل بس، لكن ما عملش حاجه. يعني لو قلنا النهارده المفلوج عمل اللي عليه بنسبه، يعني فور اكزامبل بنسبه 10%، الراجل المخلع ده مش عليه الا بنسبه 10%، اللي هو اللي عليه اللي هو الضعيف جدا، اللي هو ايه؟ ان انا ما عنديش حاجه اعملها غير ان انا اقعد مستني. بس جوايا صبر، جوايا ايمان. انت النهارده انه واحد. انت النهارده في حد جابك الكنيسه. الروح القدس جواك شدك. الاربع اناجيل شدتك. الاسرار شدتك. ليه شدتك؟ لانك انت خاطئ، لانك مفلوج.
النهارده عايز ابعد من المناوله، لو امن المناوله اقول لك ما تخش تاخد المناوله، يقول لك ايه مغفوره لك خطاياك، قم واحمل سريرك وامشي واطلب. احمل سريرك وامشي ايه؟ احمل سريرك وامشي شيل الصليب ما تخافش. يعني انا باخد التناول بقوم واحمل سريري وامشي؟ يعني هشيل السرير بتاعي؟ يعني هشيل الصليب؟ اقول لك اه هشيل الصليب. يعني المشكله هتتحل؟ اه ممكن تمشي اه. لكن الراجل ده اكيد بعد ما ربنا قال كده كان عنده مشاكل برضه عالميه ومشاكل ومشاكل ومشاكل. لكن ايه اللي حصل؟ ان الروح القدس القوه الكامنه اللي جواه بدات ايه؟ تتحرك. تشتغل بكلمتنا المسيح يسوع كل مد من الاسرار. فتبتدي ذهنك يتغير. ها؟ تتجدد. التجديد ده ايه؟ تتجدد بالذهن. ازاي تتجدد؟ ده انا كنت جاي حزين جدا على خطاياي ومشاكلي وامراضي و لكن لما اخذت التناول خرجت ايه؟ فرحان. اه يمكن المشاكل ما اتحلتش، لكن ما بقتش افكر فيها. ما بقتش تهمني. ما بقتش. عارفين تملي انا بقول الموضوع ده لان دي كده في دماغي قوي. تملي اقول الكنيسه دي زي ايه؟ هتحفظتوني مستشفى. يمكن انت وانت جوه المستشفى وانت داخل المستشفى تعبان وحزين. لكن اول ما يجي لك الدكتور ويطمنك اه انت لسه ما اتعالجتش، لكن جواك عندك ايمان. شفت كل الناس مرضى ايه ده؟ كل الناس مرضى اهي. اه واحد يقول لك اخش المستشفى يا ابونا احس ما فيش ولا واحد جوه بره كويس. ايه الاعداد دي؟ اعداد كبيره كلنا ايه كلنا مرضى بس كل واحد عنده مرض معين. كل واحد موجود في الكنيسه الله يشفي. الله يشفي. بس بعد ما اشفى ها ايه اللي بيحصل؟ في متابعه. باجي تاني الكنيسه في متابعه ما ينفعش لازم وكل ما اقع اعمل ايه؟ اقوم. ليه؟ لان في قوه. يبقى رقم واحد انت اكبر من المعوقات. رقم اثنين هل انت فكرت انك تسلم نفسك وحياتك للمسيح تسليم؟ تسليم كامل. انت تثق فيه. تثق ولا ما تثقش؟ اذا ما كنتش تثق شوف. شوف حد ينبهك. انا بصراحه ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع لما اتكلم فيه بنسى نفسي بس ما اقدرش كل ما اجي ربنا كده يقول لي اتكلم. المفلوق على اربع اصدقاء. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ الخمسه حطوا المفلوق قدام المسيح. هل كان له اراده؟ كان له اراده بس كان ضعيف مش عارف يروح. طب يقول له ايه؟ طب معلش انا هنساعدك. احنا هنجيبك. هو عنده اراده لكن ما عندوش العمل اللي بيعمل. هم عندهم عمل وعندهم ايمان. المسيح يقول لهم ايه؟ ها؟ يقول لهم لما راى ايه؟ ايمانهم الخمسه زي ما قلنا يمكن في الرسم الانجليزي لو واحد فيهم بس واحد بس كانت يعني اتكسل او ما بقوش تيم وورك كان ايه اللي هيحصل؟ خلي بالك هم حاولوا يشوفوا المسيح من اي حته ما فيش خشب ما فيش خشب كانت الدنيا زحمه فعملوا ايه؟ ايه ده؟ ايه الفكر ده؟ زي زكا ايه الفكر ده؟ بس انا محتاجك وعشان محتاجك لازم اقعد معاك. ايوه المسيح بيدور عليك لكن برضه انت هتعمل ايه عشان توصل له؟ انت بتتلكك عشان ما تروحش الكنيسه؟ انت الخسران. انت الخسران. اذا كان ما تنام بتتلكك ما عندكش الاراده. في واحد يبقى عنده الاراده بس يمكن ضعف معين بس عمل اللي عليه فمش قادر يجي فالمسيح يروح. وفي واحد تاني ممكن يكون عايز يجي بس ما عندوش اراده. نفسنا ربنا يسهل ان شاء الله. طب ده ايه حكايته؟ ده حكايته ما ينفعش. ها جه مره كده من على الباب لا اي حاجه تزعله اي حاجه. واحد قال له كلمه لا ابونا مش عارف اعمل ايه. لا الشمالك يا عمي. يا عم بلا كلام بلا كلام ده انا بتكلم على الله. طب يا حبيبي داخل المستشفى. اشمعنى امراضك الروحيه ما بتهتمش بيها؟ اشمعنى امراضك الجسدانيه؟ هو انت لو دخلت المستشفى ولقيت واحد مجنون وعمال يتكلم كلام خلخبطيط هتعمل تقول لا المستشفى دي اللي عندي فيها ناس مرضى مش عايزها. ما انت جيت هنا في مرضى زيك. ما احنا مرضى زيك ولو احنا كنا كويسين وعاقلين وحلوين ما كناش جينا الكنيسه. فانت لما تيجي الكنيسه وتشوف حاجه زي كده تقول لك فرانا ما الناس دي زيي. ما انت جاي وانت اخطيت وحش وانا وحش والخادم وحش والشمس وحش.
لكن مشكلتك انك انت جاي وعايز كل الناس يقول لك اتفضل احنا حلوين وانت حلو، ما بتبقاش كنيسه. انا بضحك على نفسي، ما بقاش على الشريط. اللهم اول ما تخش كده اللهم ارحمني انا ايه؟ خاطي. ما انت خاطي. واللي جنبك قال ايه؟ قال برضه اللهم ارحمني انا خاطي. لو ضايقك في حاجه قول له معلش يا حبيبي. ما انا خاطي زيك. ما انت تعبان وانا تعبان. حالنا من بعض. ده ان ايه؟ هو جم راح لقوا الدنيا زحمه. اعتبر بقى ان الدنيا زحمه زي اي حاجه. زي ايه؟ زي دخل خادم قال لك كلمه مالهاش لازمه. واحد سقش عليك. واحد ضايقك. انا مش بدي نفسنا عبارة ان المفروض نكون احنا بلا لوم. لكن ممكن جايز هتعمل ايه؟ اسال نفسك هتعمل ايه؟ انا مش عايز اقول امثله. يعني على فكره بقى لنا من اول السنه تبتدي لحد النهارده كل سنه بناخد كده يعني طريقه معينه في النظام. فالنهارده يعني تمارين من السنه دي بناخد بنتكلم على تمارين ناخد تفاسير من الكتاب المقدس عهد قديم على عهد جديد وكده. بس ان انا حسيت ان انا عايز اروح في حته تاني النهارده. ارجع تاني لحته ايه؟ حته كده دروس مستفاده. بس للاسف انتوا مش مستوعبين على الموضوع ده. لان كل ما اجي اتكلم في الحاجات دي يبقى ابونا قاصد مش عارف ايه، ده ابونا بيعمل ايه، ده ابونا قاصدني انا. ايوه قصدك انت. مش قصدك انت لان انا عارف انت عملت ايه، لا. بس هي العظه يعني عظه. يعني الله يعظ. من خلال الكاهن امام المسيح. انا ما اقصدش حدك لو جات عليك. ايوه اقصدك واقصد نفسي. ايه اللي يزعلك في ده؟ امال انت قاعد ليه؟ ما انت عشان تتعظ. وانا قاعد بحضر امام المسيح بعظ نفسي. بل بالعكس انت تقدر تقول ان اللي ابونا بيقوله ده اكتر حاجه هو بيقع فيها. انت ما حد ما بيقع في حاجه تبقى في باله فبيقولها. خدها عليك. إذا الكلام كان معاك عليك يطلعك لقدام. إذا الكلام مش عليك اسمع. يمكن في يوم من الأيام تفتكره. لكن أنت بتتلكك ليه؟ الدنيا زحمة. الدنيا مش معروفة. الدنيا مش منظمة. لسه أبونا ده متعب. لسه جماز ده مش عارف بيعمل إيه. لسه إيه؟ شوف الولاد دول. شوف عمل إيه ولا أسبوعها. شوف عمل إيه؟ شوف عمل إيه؟ زحمة هنخش له. مفيش مكان هنخلق مكان. زي الست نزفة الدماء. الدنيا زحمة. لو لمست صوب هضمه بس صوب هضمه. ده انا بس لو رحت الكنيسة بس وقابلوني ان انا اخش بس من غير ما حد يشوفني المس الهيكل انا متأكد انه هشفى. وتيجي معوقات لا هروح. يجي بالليل مكالمة تزعجك لا هروح. يجي النهاردة الصبح بخبر مقلق لا هروح. يجي مشاكل لا هروح. ده انا محتاجه. انا محتاجه. هو اللي ليه حاميه. مين غيره يشفيك؟ مفيش. مين غيره يحن عليك؟ احنا كاشخاص ايوه متعبين لكن هو عمل لك ايه؟ زعلك في ايه؟ انا عايز النهارده ممكن تبقى حساب نفسي كده اسف اذا كنت اقول ده مع اني ما بحبش السلبيه لكن خليك بالك كده معلش حاجه سلبيه اكتب كده النهارده ربنا زعلك فيه من اول ما اتولدت لحد النهارده ظروف صدقوني هو احن واحد في ظروفنا صدقوني احن واحد في ظروفنا انا وانا بحضر افتكرت اتنين جم في بالي ما اعرفش اسمهم واحد اسمه نكباي هو الراجل المولود من غير ايدين ورجلين ده زي الزاحف كده عارفينه؟ مبشر هو اسمعوا اسمعوا وفي واحد مصري حصلت له حادثه شاب كان جميل وغني وجميل وعصير حادثه بقى مقعد الفراش خالص وقالوا هيموت في خلال ست شهور لحد النهارده مش عارف بقاله كام سنه يا ابني دول بيروحوا لناس كتير ودي كده الناس دي ايه اللي فرحها؟ في ظروفها المؤلمه شاف ان المسيح الحاني هو اللي بيلمس مع كل الظروف ومع كل الالام اللي هم فيها صدقني ظروفنا المتعبة بسبب خطيئتنا مش بسبب المسيح. أمام المسيح. وأوعى تفتكر إن المرض متعب. الماديات متعب. الناس متعبة. لا. المتعب هو عدم السلام في أنفسنا. المتعب هو عدم الفرح وعدم الشكر. المتعب اللي تملي بدين غيري.
انا بعمل ايه؟ تسليمك للمسيح نفسك وجسدك وحياتك بالكامل، حتى ولو في ظروف تقول يا رب انا معك، انا عايز اسمع صوتك من مكان لحد لحد. انا روحياتي لحد يبقى لحد، انا روحياتي اربع وحد يبقى اربع، انا انت روحياتك حط قانون لنفسك وخلي عندك اراده. تضعف كلنا بنضعف، بس تقول يا رب انا ضعيف، هسمع صوت ايه علشان يقويني؟ اصدقاء بس ده لو ايه، معلش اخطيت، لو انت عندك اصدقاء ايه حلوين زي الاربعه. الراجل ده لو احنا شفنا ايه صفاته كتير قوي. اهم حاجه اختار الرفيق قبل الطريق، اهم حاجه اخترت مين من اصحابك يجيبوك تحت ولا يطلعوك فوق. ومش معنى لو اختار الصديق يعني تبعد عن واحد الوحش، لا، بس بلاش نقول معاه لو قال لك حاجه مش كويسه. احنا عمرنا ما هنصلح انفسنا الا بانفسنا والمسيح والروح القدس. بقول لك ايه دي بتسمعها كتير جدا، ابني بنتي مش عارف ايه، طب ايه المشكله؟ تحكوا عليها. طب تحكوا عليها ليه؟ طب انا مش من رب شخصيه؟ اول ما اسمع انا اسي فلان السبب اعرف ان ده عمره ما يصلح. خد قاعده، اول ما اسمع اسي فلان هو السبب، اسي الكنيسه السبب، اسي فلان السبب، اسي ابويا وامي السبب، لو واحد كبير كده اقول له انت بلا عذر، انت مشكله، انت مش هتصلح. طبعا ممكن ما اقولهاش كده بس جوايا خطيت صلاه. لكن انت بتقول ما بتدي اكسكيوز. بعدين جيت قالك يا سيدي هو مش عارف. طب هو لما كان في كنيسه قبل الكنيسه دي كان بيعمل ايه؟ هو نفس الحدوته. نفس الحدوته. انا بقول انت اخد اكسكيوز نفسك. لسه كنت قاعد برضه مع حد قال لي لسه مش عارف ايه ومش عارف ضحك عليها. طب في الكنيسه اللي قبل كده كان بيعمل ايه؟ سيب. اما سالنا ابونا قال لي نفس المشاكل. طول ما انت قاعد عمال تقول لسه الناس اعرف انك انت عمرك ما هتصلح. انا عملت ايه في حياتي؟ اخترت الصح، اخترت الطريق الصح، اخترت المجال الصح، اخترت الاصحاب الصح اللي يخافوا عليا، اللي يخدموني بربنا يسوع المسيح، ولا اخترت الغلط؟ ده النهارده احنا بنسمع حاجات غريبه جدا. لو حد واظب شويه على الكنيسه ولا بدأ يجي ويحب الكنيسة، يا عم انت خلاص يعني هي خلاص اخدت بعضيها، ولو ما انهوش كده قدام وشه من هو ظهره ويحس المصيبة ده ما يجيش، ايه يا فلان انت ربنا بتريقوا عليا؟ بتريق عليا عشان الكنيسة؟ لا سيبها يعني خلاص، يعني انت تجيب ابنك خلاص يعني، يا خف علينا شوية، حتى لو بهزار، الأمور الروحية ما فيهاش هزار، هتتحس. مشكلتك انك انت لا انت عايز تبقى حلو براحتك، لكن انت كمان تعبان لحد كويس عايز يجي يا اخي، هو غلبان ومريض اكتر منك محتاج ربنا، عايز يجي صبح وليل الكنيسه وانت مالك ومال اللي جواه ده؟ انت كده بترتكب كذا معصيه. رقم واحد الغيره والحسد، رقم اثنين انك كنت عاقرك بسبب واحد، رقم ثلاثة انك انت ألمته لانك انت بتقول انه جواك بس يمكن عايز يقرب لابونا، بس يمكن مش عارف عايز يعمل ايه. طب انت مين؟ وانت مين؟ الاربعة دول نشوفوا عملوا ايه؟ ما سمعوش كلام الناس، ما ينفعش تقول انتوا بتعملوا ايه؟ يا عم خلاص ما تنزل تقف قدام المسيح، ما تنزل تيجي من حد تنوم، ما تنزل تيجي بدري. نابونا لسه بيتكلم من خيال، ده راجل اطفال. سيبك منه يا جماعة. سيبك مني. ايه واحد عايز يقعد اولادنا على طول في الكنيسه؟ طب بلاش براحتك، انت مش عايز يجيبنيش. لكن تاثر على غيرك ليه؟ يا اخي سيبه يا اخي. مهابيل كان اسمه هابيل. عارفين ايه كان اسمه هابيل؟ عشان كان هابيل. ليه؟ لانه ما كانش بيفكر في الدنيا. فالناس كانت بتقول عليه هو هابيل. وقايين كان الناصح. اللي بيعمل اللي يزرع ويكسب. وهابيل بيشتغل في الذبايح اللي ساعتها ما كانش في حد بيشيل ذبايح، لان الذبايح ما كانش ليها ثمن، ما كانش بتتذبح، مش بيعملوا بيها حاجه. فده راعي غنم ملوش لازمه والتاني فلاح. وصل بايه طيب؟ قتل اخوه هابيل.
برضه قال لك يا عم يعني هو ده خلاص مفيش غيره واحنا ما احنا حلوين برضه. طب اوكي يا سيدي، ليه هذه المعاصي؟ ليه عدم حبك للمسيح؟ ليه عدم حبك للاخرين؟ ليه بتدين الاخرين؟ ليه؟ بنسمع كلام صعب، بنسمع كلام صعب، بيجي يقول لك يا ابونا لا لا، وبساعات بيبقى لك حق. ناس صعبه يا ابونا، صعبه. شوف بيعملوا ايه؟ بيتكلموا ازاي؟ قلت له انا بسمع، بسمع التليفونات. عز كنت النهارده العظه عظه عظه، بسمع تليفونات. لا 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 لا، وده بيروح وده ما بيجيش وده مش ليه وده ابونا عمله. انت مين؟ انت جيت بس عشان ترتكب خطايا ومعاصي، ولا جيت عشان ترتاح وتريح؟ لو انت مرتاح تريح، لو انت تعبان تتعب. تعبان ازاي يعني؟ مش تعبان مريض، لا لا لا، تعبان نفسيا. طول ما انت قاعد بتعمل كده اعرف حاجه واحده، انك انت ما عندكش سلام مع نفسك. ولما فيش سلام مع نفسك يبقى انت اكيد فقدت سلامك مع الله، يبقى اكيد هتفقد سلامك مع الاخرين. اعرف كده. خلي الاسبوع ده حساب نفس لينا كلنا، لينا كلنا حساب نفس. احنا غير على الصيف والمشاكل، وانا بحب المشاكل، والمشاكل دي جايه من خلال الضعف مش من خلال الشوف. في ضعف؟ اه في ضعف، اتكلم فيه من هنا الصبح. لكن انا حاسس ان مفيش ضعف، وكل الناس عندهم ضعف، وانا كويس، وكل ده بيعمل وده بيعمل وده بيعمل، ده اللي بيجيب المشاكل. الخمسه كانوا كده. وهفضل اقول واقول 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 لكل خدام الكنيسه، ولا حضراتكم في بيوتكم، وليه في الاول؟ ايه المشكله لما نعمل حاجه غلط بس بالاتفاق مع بعض؟ ما دام مش حاجه هرطقه. نفسي نعلم بعض هذه الامور. احنا كأبروشيه كمطرانيه روحنا كده. لما يجي سيدنا بيتكلم معانا في الاجتماعات يجي يقول لنا ايه؟ الموضوع الفلاني ده ممكن يكون احنا بنعمله غلط، بس لسه ما اتفقناش كمان مع المقدس. هنعملوا ايه كلنا مع بعض عشان نبقى كلنا زي بعض؟ طب روح المطرانيه دي ما لهاش في الكنيسه. تفضل تقول لحد يا حبيبي ماشي معلش، بس هنعمل كلنا عشان نبقى كلنا واحد. في ناس يقول لك ابونا انا بحضر قداس الاربع، مختلف عن الحد، مختلف عن الجمعه، ما نحب كنيسه واحد. بيكتور فين؟ عظم ولا بيكتور فين؟ فاهمها ازاي دي للناس؟ لازم يبقى روح واحده. احنا مجلس واحد، شمامسه واحده، قدام واحده، اب كاهن واحد. هي دي فيها مشكله؟ هو خمسه هم خمسه. مع ان اختلاف الشخصيات ما يفسدش الود القضيه. اختلاف العقول ما فيش مشكله. لكن اتفقنا. خلاص. نلتزم. التزام على مواعيد، نلتزم. التزام على احترام حاجه معينه، نلتزم. نلتزم. خلاص ايه المشكله؟ مش قادر التزم؟ على فكره ما فيش مشكله خالص. انا ضعيف. مش عارف. ما انت قلت يا ابونا احنا في مستشفى، انا مش عارف. اه ماشي. بس قول انا مش عارف، انا مش عارف التزم. مش دول انتوا غلط. اسال كده. هو يعني لازم؟ هي دي حاجه مهمه يعني؟ هحكي لكم حكايه صغيره عن موضوع اليونت ده. زمان كان في مدرسه اسمها مدرسه الفورير، لو في حد في شبرا يعرفها، وكانت الفورير ما كانتش كتيره قوي. وكان فيها رهبان زمان ايام مصر، ما كانت مصر. كاثوليك. ولما اقول كاثوليك يعني النظام، الاحترام، الفكر الواحد، الراي الواحد. هم كده فاهمين كده. فالمدرسه دي كنت انا بروح اجيب حد منها يا ابن اخويا. فكان فيها راهب معروف اسمه فرير فابيان، باين فابيان مش كده، هو اللي كان ساكن قدام المدرسه دي. فكان العيال تمشي عارفين رسم لهم خطوط كده. المدرسه دي كانت بتضرب اهل، نظافة، احترام، دراسة، كل حاجة. حضور الكنيسة، الكنيسة كانت هناك كنيسة كبيرة كده. كان بيودي ولادكم الأربعة كله لازم يحضر القداس. إيه طبعا غير المسيحيين يعني. كان في واحد هناك بيقول لي يا ابونا هم بيعملوا لنا عارفين
كنبه يبقى فيها كده حاجه من تحت عشان هل يحطوا رجلهم عليها عشان لما ينزلوش رجليهم على الارض تقدر تعمل دوشه. وبعدين في مره وانا رايح اجيب ابن اخويا فالراجل ده عامل خطوط كده. فالصف يطلع من الكلاس يمشي على الخط وهو واقف قدامه وكل واحد كده الاباء الكبيره واقفين عند كده حاجة خط معين ولا بلد يروح الاب يربطه. ففي واحد مصري واقف سمعته بيقول لي ايه؟ يعني مش عارف المدرسه دي هو خلاص يعني هو لو ما مشيش على الخط مش هتبقى مدرسه يعني الدنيا. طبعا انا واقف يا سيدي انت مش عاجبك النظام خد ابنك وامشي. طبعا قلت طبعا انا كده في بالي تخيلت ان المدرسه دي هتقع بعد كام سنه. اول مره ده كان اخر راهب كاثوليك ايطالي موجود في المدرسه. في قانون نزل في مصر ان اي راهب يمشي ما يجيش مكان. تعالوا نشوف المدرسه دي شكلها ايه. مأساة مأساة. اهو خلاص مش انت عايز تعمل عليك خلاص اتفضل ليه؟ ما بقاش في واحده والمدرسين كل واحد اللي عاوزه وكان 100 مدرسين مصر مدير مصر ما عرفش يعمل حاجه. حتى لو في ناس كويسه ما عرفش يعمل حاجه خلاص ما خلاص الدنيا خلاص. يعني كان في نظام من الاول والنظام ده ايه؟ اللي مش عاجبه واللي مش عايز واللي مش عارف واللي بيتريق انت مش عايز ما تعملش ما تعملش. وفي ككنيسه هنقبلك لكن ما تسيطرش على غيرك. ما تسطرش على خير. ليه؟ سيبه كنيستنا يا اخواتي كنيسه الروح القدس خلاها هارموني روح واحده شركه. شوف الاباء الرسل اللي روح بتتكلم في الانجيل كانوا روح واحده. اجمل كنيسه كانت كنيسه افسس تتكلم عليها يوحنا الرائد 7 كنائس. لكن من اجمل الكنائس اللي ربنا موديل هي كنائس الرسل. ليه كنائس الرسل؟ راي واحد. لما حصل اختلاف ما بينهم اول اختلاف حصل كان وقت مين؟ استفانوس. حصل اختلاف الناس اتكلمت في اختلاف بقى ما سابوش الاختلاف قالوا يعملوا ايه؟ ينتخبوا 7 شمامسة. ايه؟ ايه؟ لا تاني؟ لا لا اسمعها منكم ممتلئين من ايه؟ من روح القدس. ليه ممتلئين من روح القدس؟ دول هي يا ابني يا حبيبي دول هيخدموا مواعيد. هيخدموا مواعيد. ليه مملوك من روح القدس؟ ما هو كل المسيحيين فيهم روح القدس بس اشمعنى مملوك؟ يعني مملوك روح يعني الروح القدس يعمل فيه؟ علشان يفهمنا عشان نبقى روح واحدة عشان لما نقول حاجة للشمامسة يعملوها. فحل المشكله مملوك من الروح القدس. احنا عايزين خدنا من مين؟ الروح القدس. حاسه لو ضعفك مملوك من الروح القدس. انا ضعيف يا ابونا ايوه انا ضعيف ايوه يا سيدي ولا يهمك انا اضعف منك. لكن انا ضعيف هعمل حاجه غلط مش قادر اعملها ولا يهمك. لكن تيجي تقول ليه؟ وهو كده هو لازم مش لازم عشان حاجه مش عشان احنا بس ولا احنا في الكنيسه عندنا ضعفات فبنطلعها على الناس ده. عشان اتفقنا كلنا كده. اتفقنا كلنا كده. في مجمع اول مجمع مجمع يعقوب الكبير اول مجمع للكنيسه كان موضوع الختان ده موضوع كان كبير جدا. وبولس الرسول دخل فيه بقوه شديده. ولما لقوا في اختلاف عملوا ايه؟ عملوا مجمع. قالوا ايه؟ قد قررنا الروح القدس وايه؟ ونحن. يبقى في روح قدس خلاهم روح واحدة فقرروا بالروح واحدة فالقرار طلع خلص خلصنا منه. أنا مش بتكلم عن التلفزيون لا بس دي المسؤولية بتاعتي. أنا بتكلم كمان على كل المسكون النهاردة. أي حد يفتي والبابا والأساقفة والمطرنة ويفتي على رئيس النادي ده بصراحة في آخر اجتماع حاجات بقت غريبة جدا. وعشان كده أنا مسؤول عن شباب شفتها من بره. عشان كده أنا بحذركم خلي بالك أنت بتقرا إيه؟ هتقرا وتفهم ماشي هتتعب لا بتشير ايه؟ طبعا انا ما شفتش حد من دكتور فيل بيشير حاجات غلط. انا شعبي واعي انا متاكد من ده. انا بقى بحذر خلي بالك بتشير ايه؟ يبقى قال لي يا ابونا شفت الاسقف؟ مين قال شفت الاسقف؟ شفت الاسقف.
شفت الاسكوب في الاذاعه؟ اه شفت الاسكوب في الاذاعه. شفت الاسكوب اللي مش عارف عمل ايه مع واحد؟ اه شفت الاسكوب عمل معايا. عملت ايه؟ تعبت، انا تعبت. بس بعد ما تعبت عملت ايه؟ صليت واعترفت. لكن عشان جامعه افضح ابويا. النهارده عيد الاب، افضح ابويا. لواحد جه قال لي انا تعبان، قلت له تعبان من مين؟ من الاسكوب، الاسكوب ضعيف. لكن اللي شيرها ده وفضحه، ده ابن، ده ابن، هل ده ابن؟ ده ابن عاق. انا ما بخيل لما اغلط افضحوني، اخطيت لا سامحوني. ما تسالش مني بجد. وانا بتقول لي ازاي؟ انت ابوك الجسداني لما عمل حاجه غلط، اكيد عمل حاجه غلط، انا بعمل حاجه غلط مع اولادي، يروحوا يقولوا لي الحقوا ده ابونا عمل في البيت وعمل وعمل وعمل. بيسكتوا ليه؟ سام وحام ويافس عملوا ايه مع ابوهم؟ اتنين غطوا واحد عرامين حام. عمل ايه؟ عملوا ايه؟ شوف اللعنه اللي اخدها. طب هو كان 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 نوح غلطان؟ اه كان غلطان. يلام؟ اه يلام. يلام؟ اه يلام. اه يلام. بس مين اللي يلومه؟ وكان بار في جيله. وسكر. وتعرق. غلطة؟ غلطة. ليه كده؟ فانا روح واحدة. احنا روح واحدة. خمسة كان روح واحدة. والخمسة رمز الايه؟ الحواس، حواسك واحدة. انت اصلا مش واحد. انت جواك في صراع. ليه في صراع؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الروح القدس اللي جواك يديك القوة. الروح القدس اللي جواك يديك القوة. الله قادر في هذه الايام المباركة في اسواننا المقدسة. صوم الكنيسة الواحدة، صوم الروح الواحدة، صوم الشركة الواحدة. طب أنا أقول لك حاجة، طب ما في أصوات كتير، أنا بقولها لك أهو. أنا بقولها، في أصوات كتير في الكنيسة ممكن تكون مش مظبوطة تاريخيا. هنصوم ولا نفطر؟ نصوم، نروح واحدة، إيه المشكلة؟ يعني لو صوم الرسل كان في مثلا بعض الأمور التقصيدة غلط. يحصل إيه؟ هنتخانق يعني واحد يصوم 10 ايام وواحد يصوم مش عارف بعد ايه؟ هنصوم كلنا لحد ما المجمع المقدس يجتمعوا ويشوفوا حاجه. لما المقطع المقدس يخلص فاهمين انا قصدي اقول ايه؟ فلازم يا جماعه نفهم الروح الواحده في الكنيسه دي. الروح الواحده لازم الروح واحده. اي كنيسه ما بقاش فيها الروح فيها اختلاف، في اختلاف انا لا انكر في اختلاف. ولازم يكون في اختلاف بس الاختلاف ده نقرر. مين اللي قرر؟ الشباب الروح القدس. الروح القدس والمجلس، الروح القدس وخدام، الروح وهكذا. الروح القدس وانا احكم. مش انا. حاشا. مش انا ابونا بيقول كل فيكون اسف. انا النهارده قبل ما اطلع الازم اعتذرت ان انا خدت الازم في الاخر بدون ما اخد رايكم. اسف. معلش اكسبش. لكن الروح القدس ونحن كنيسه. بس بعد ما نكرر خلاص. ما دام مش حاجه دي انت عارف انها مش غلط يعني موضوع طقس يمشي نعدي فيه، موضوع خدمه نمشي فيه، موضوع مواعيد، مواضيع غياب وحضور، موضوع مش حاجه كبيره يعني. الله قادر ان يعطينا تمام الروح الواحده والجسد الواحد والنفس الواحده لكي ما تملي باستمرار وجود المسيح في وسطينا نتقدم امامه من خلال الروح القدس داش في افرادنا واجسادنا وانفسنا بالمجد الى الابد.